اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من برنامج سيدتي. اليوم حنتعرف مع بعض على كاتبه ومصممه سعوديه استلهمت افكارها من تنميه الذات، اماني ابو الحسن. هلا اماني، حابه ارحب فيك في برنامج سيدتي. يا اهلا وسهلا حبيبتي. طبعا المراه السعوديه دحين ابدعت في كل المجالات، وانت كاتبه ومنسقه زهور كمان. قولي لي عن بداياتك. انا حبيت فكره انشاء براند. براند للورد. طبعا هي كانت كفكره، اول شيء بدايه كفكره، وقبل الفكره طبعا هو شغف الورد انا عندي من زمان. حلو. واول ما دخل الورد عندي في البيت، طبعا الورد الطبيعي، من هنا أنا جتني الفكرة إن ليه ما نسوي براند للورد. فكانت البداية حبيت إن تكون في الإمارات كبراند، إن شاء الله يكون خليجي. إيش فكرة البراند؟ إيش الفكرة وراء البراند؟ فكرة البراند إنه يكون يعني يجمع ما بين الورد، تنسيق الورد، وما بين أيضا الديكور. يعني في تشوفي فيه يعني مساحات ديكور، تشوفي فيه لمسة الديكور، وبعض يعني مش الورد بشكل التقليدي، يعني مو بس تنسيق زهور، كمان ممكن تنسقي سبيسز وتحطي فيها طبعا ورود. طبعا يعني الزوايا للديكور ولا للورد، يعني زي ما تقولين احب نصنع الجمال، ننشر الجمال يعني. حلو. بس بشكل مبتكر. طب قولي لي على الكتاب اللي أطلقتيه في معرض الكتاب لأبوظبي. كتابي العنوان لا شيء. طبعا أنا بحكم دراستي في الأكاديمية الدولية درست 3 سنوات التنمية الذاتية، وكانت تخصصت بالوعي، مجال الوعي. أشرحي لي أكثر على التنمية الذاتية. التنمية الذاتية هي كل شيء ينمي الذات، وعيك الذاتي، يعني أنت كيف تتطورين ذاتيا. يعني أوكي، تطورنا شكليا، تطورنا عقليا، في شيء احنا عندنا احيانا يعني للكل بالنسبه لهم ضائع او مجهول، او ممكن في ناس ما يعرفونه الى الحين، انه ما يعرف انه في نفسهم هذا طبعا الشيء. الذات هي اهم شيء، الذات، العمق. لما تتخيل العمق، تتخيل للذات اللي هي من ابعاد الروح. يعني الكتاب بيشرح لنا تنميه ذاتيه ووعي، ولا بيعلمنا شيء أكثر؟ هو يعني اكثر شيء مش ما يشرح، يعني هو نشا من تساؤلات في العمق، تساؤلات في الروح. اكيد احنا لكل واحد فينا عنده تساؤلات. أكيد. بس مش الكل يقدر يظهرها او يقدر ينشرها او يقولها للعلن. فانت قلتيها للعلن. انا حاولت اني اقولها للعلن. ايوه، حاولت يعني اني اقول تساؤلاتي اللي في العمق، حاولت اني اقولها للعلن. وايش كانت تساؤلاتك؟ والله التساؤلات، طبعا شوفي التساؤلات ما راح تنشا كذا، يعني ما راح تقعدين ودوين انا الحين بتساءل ولا راح اسال. التساؤلات راح يعني زي ما انت قلتي، يعني التنميه الذاتيه هو كيف انت تنمي روحك، انت كيف تعرفي ذاتك الحين. انا ما اعرف ذاتي من خلال اسمي او جنسيتي او عيلتي او انا ايش سويت. انا اعرف ذاتي بعيدا، متجردة عن هذه الاشياء كلها. انا هنا اعرف الذات. طب كيف انا اعرف الذات؟ انا لازم افهم انا لغه الصمت اللي هي لغه الكون. هذه هي لغه الكون، هي لغه الصمت. أكيد أنت مر عليكي كلمة التأمل أو أيوة. المديتيشن طبعا. أيوة شفتي، فمن هنا أنت في هذه اللحظات، أنت في جلساتك المديتيشن، أنت في جلستك أنت مع ذاتك في عمقك، هنا أنت راح تطلع لك التساؤلات على السطح. ما هي كانت في العمق راح تظهر لك على السطح. فمن هنا أنا جتني فكرة اللا شيء. أكيد التساؤلات ما عمرها تروح. وشكرا أماني طبعا لوقتك، إنسانة ملهمة جدا. تسلمي حبيبتي. شكرا. وعودة لكم زميلاتي في استوديو سيدتي.